وكانت أول دولة تعترف باستقلال أمريكا ما هي؟ فرنسا. هكذا يقول المنطق، لكن لا، ليست هي ولا بريطانيا. كانت دولة عربية. أول دولة اعترفت باستقلال الجمهورية الأمريكية هي المغرب، هي المملكة المغربية. نعم، هذا من طرائف التاريخ، ولا يزال الأمريكيون إلى الآن يعترفون بالفضل للمغرب في هذا. ملك المغرب أول ملك يعترف باستقلال القارة الأمريكية، الجمهورية الأمريكية. وتذكر أنا مرة كتبت بحثا لما كنت أدرس في جامعة تكساس تاريخ، كان عندنا مادة عن تاريخ العبودية في أمريكا، فكتبت بحثا عن العبيد المسلمين الذين جلبوا من إفريقيا إلى أمريكا، خصوصا شخصيات منهم متعلمة، تركوا وثائق ومذكرات باللغة العربية، خمس شخصيات منهم. واحد منهم، هذا استطراد فقط يعني، واحد منهم اسمه عبد الرحمن أيوب جلو، من الدولة الآن اللي اسمها جينيا بيساو في غرب إفريقيا، وكان أميرا، كان أبوه رئيس دولة في غرب إفريقيا، فأخذ عبدا، سرق وأخذ عبدا، وعاش في أمريكا 25 عاما عبدا. ثم اكتشفه واحد بريطاني كان يعرفه في إفريقيا، وتحرك من أجل إنقاذه، وتحدث مع وزارة الخارجية الأمريكية، فكتب كوكس وزير الخارجية الأمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جون كوينزي آدمز آنذاك، يقول له: عبد الرحمن هذا مسلم، وإذا أطلقنا سراحه فهذا سيكون أمرا يحبه ملك المغرب أو إمبراطور المغرب. فأطلقوا سراحه من شأن خاطر يعني ملك المغرب. على كل حال، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.